هبة جنيدي، عمري 26 سنة، مؤسسة ملجأ هبة، الملجأ الأول للقطط في فلسطين، وهذا الملجأ موجود لحماية قطط الشارع من عمليات التسميم اللي بتقوم فيها البلديات أو المواطنين أنفسهم. أنا بلشت بتربية القطط من 13 سنة، وكنا نربيهم عادي مثل أي ناس بربوا الحيوانات، فللأسف خلال هاي 13 سنة كتير منهم تسمموا وماتوا قدامي بطريقة رهيبة، وما كنت قادرة أساعدهم. فقبل 3 سنين قررت أنه لازم أحول حديقة البيت لملجأ يحتويهم ويحميهم. حالياً موجود عندنا في الملجأ أكثر من 120 قطة. في تحديات كبيرة بتواجهنا، واللي هي بشكل أساسي إنه ما في دعم كافي لحتى يغطي كل تكاليف الملجأ اللي إحنا بنضطر في معظم الأحيان نغطيها من حسابنا الشخصي، وأكيد مع وجود التبرعات البسيطة اللي بتوصلنا. لا كمان إحنا التحدي الأكبر اللي بنواجهه هي وجودنا بمجتمع للأسف مش متعود على وجود الحيوانات بينه، وللأسف إنه ما في سياسات متعلقة بالرفق بالحيوان لحد الآن اللي تضمن حماية هاي الحيوانات. فهذا تحدي كبير، وإحنا بنحاول نغير النظرة المجتمعية عن تربية الحيوان والرفق فيه. شو؟ شو؟